معلش ادي هذوك وبعدها زيد ادي بيا وبعمل يفتحهم كل يوم. قلت لك يعني ثم بدات لي الافكار كيف هندي، بديت نتواصل مع هذه المراكز في الخارج ونشوف اسعارهم خياليه يعني. وتقريبا توقف فقط لهنا. أنوار بدأت تتواصل مع مراكز أجنبية لصناعة الأيادي الاصطناعية، لقات باللي الأسعار ديالهم خيالية، لكن حبها لولدها خلاها تبتكر يد اصطناعية راهي موجودة معنا. نعم. وهي رفضت هذيك اليد البلاستيكية لأنها حستها انها قالت لي غير درتها له مرض نفسيا والدراري خافوه بهذيك اليد الاصطناعيه، فهي فكرت انه طفلها عودي هذا ترجعوا بطل خارق وصنعت له يد خارقه. تخيلوا معي هذه الام العظيمه اللي راهي متواجده معايا حجم التضحيات اللي تديرهم للطفل هذا. وين راحت؟ يقولوا لها ما عندناش هذه اليد بالمواصفات، يوم ورا يوم وسنه بعد سنه وتتمكن باش تخلق له شركة باسمه اللي هي أول شركة في الجزائر، شركة عودي للأطراف الصناعية، وراهي متواجدة معنا هذه اليد الصناعية ونشوفوا الآن كيفاش يتحرك بها عودي وكيفاش يلعب بها. وين راهي اليد هذه؟ جيبوها لنا فقط نقول. مع الإمكانيات البسيطة اللي كانت عندنا ندخلي هذا في بعضه. دك هاي دير دير عودة، يلا نشوفوا اليد. ايه سكتت، انا نشوفك نفرح. شكرا. شوفيني افضل. بعد مجهودات جبارة. عدي البس يدك وريها لها. وبعد دراسات وابحاث ودراسات خارج الوطن وداخل الوطن تتمكن من صنع يد اصطناعية للطفلة ديالها. عودة ركبنا اليد، بقت واحدة فقط ونشوفوا عودي الخارق معانا. ونشوفوا كمية الأمل وكمية الإيجابية في هذه القصة. نشوفوا شحال الأم كي تكون قوية توصل لمبتغاها. عودة يحط عمر واحد دير لنا البطل الخارق. دير لنا البطل الخارق. نجيبوا وليدي يدير لنا البطل الخارق. راه ما حين عيطوا لطفل واحد أخر عودة. ما تعطيلوش يدك تاع البطل الخارق. أروح البس لنا البطل الخارق. أروح تشوف فادي لهم بش. يعرف يدير بش بش. واو بطل الخارق. واو شوفوا معايا هذا اليد تاع البطل الخارق. الباور بانك هي عملت. واو دير لي البطل الخارق كيفاش حركته. واو شوفوا كيفاش واو خمس هكذا. واو يا عاود بش عاود دير لي اليد الخارقه. واو دورها دورها لهم. دور دور نشوف دورها. تقدر ترفد بها. واو دورها العكس. تقدر ترفد بها. نجيب لك دونتي فخيس يقدر يرفد بها. ارجع نجيب له حاجه. نجيب لك راح يجيب روح جيب وروح روح روح جيب جيب واحده جيب واحده خير. جيب الحمراء عودي. شوفوا معايا الام كي تكون عندها الاراده تصنعها تصنعها. وهذه اليد النموذج تاعها موجود في الولايات المتحده الامريكيه والرقاقات تستوردها من ثم بالانترنت وعلى جالو دارت المستحيل حتى خلقتها. ودركا راه يستعمل هذه اليد ودارتها له بشكل طفولي تاع سبايدر مان باش هو يحبها ويتفاعل معها لدرجه ولا وما يخافوش منها الاطفال. وما يخافوش منها الاطفال ولا كي يخرج بها برا الاطفال يقولوا له شنو هذه اللي راهي عندك. احكي لي تقريبا قبل كي كان يخرج يخلعوا منه يشوفوا يديها وش بيه ما عندوش ايدين يعدوا يتنمروا بطريقه منو ماهمش اطفال صغار ماهمش فاهمين. صح تقريبا كي درت له اليد هذه ويخرج بها قدام الاطفال ويتباهى بها ولو كي يقولوا له يا ما عندكش يدين يقول لهم عندي يد بطل خارق. انا تقريبا كي نقول لك معليش الا ما يستعملهاش راها كوتي تاعها نفسي نفسي اكثر لانه ها هو دائما
قد ما كانت سرعتها ما حش تكون كيما سرعه الاطراف الطبيعيه، انه هو يلقى راحته بايديه. بصح عطات له جانب معنوي وجانب نفسي. معنوي ونفسي اكثر يعني، ولا عنده ثقه في النفس، ولا حتى قلت لك تقريبا الاطفال كيقولوا له يا ما عندوش اصابع، لهم عندي ايد بطل خارق، ما عندكش ستايا، انا عندي كيما الالي كيما الرسوم، ولا شقول يتباهى بها ما يخبيش يديه ولا. الحمد لله يعني انا راني نحاول اني نركز له على الجانب النفسي، انه الى عقب له طفولته بسلام ان شاء الله يا ربي. امين يعني ان شاء الله. يعني المراهقه وكل شيء راح يكون مستعد لها، يحاربها بكل الطرق يعني يعد خلاص. انا اتوقع المستقبل راح يكون زاهر جدا يا ربي. ومن الان رانا نشوفوا عدي طفل خارق، وشفتوا كيفاش راه يستعمل بيديه بشكل عادي بتاتا. جبت لكم اليوم هذا النموذج كامل امهات اللي راهم يشوفوا فينا، ايا كانت المحنه اللي تجوزي عليها تقبليها، وكل محنه ممكن هي اللي ترجع لك مع الوقت منحه، وهي اللي تعطي لك اشياء اعظم. عدي تقبلته يماه ورجعت منه بطل خارق، ودارت عليه المستحيل وصنعت له يد اصطناعيه، وما قعدتش تجري من مستشفى لمستشفى، ورجع هو فارح بهذيك اليد ويقول انا هو البطل الخارق. عندك حاجه بغيتي تاني تزيدي تقوليها لي، ولا كلمه شكر ولا؟ يعني حبيت نوجه رساله يعني السيد رئيس الجمهوريه انه يلتفت لهذه الفئه. هذه الفئه ممكن انا كنت نشوفهم يعني، بصح كي عشتها فرق كبير. فرق كبير. نشوفهم كنت نتعامل معهم في المدارس تاعهم، كي كنت يعني ندير تغطيات لهم كنت نشوف، بصح دوكا كي عشتها اني يعني نشوف مساكن شهم يفوتوا. انا قد ممكن كنت قادره اني نقوم من كل الجوانب، نفسيه وماديه ومعنويه، لكن كاين عائلات ما يقدروش يقوموا. هذا الاطفال ممكن عنده ثلاث اربع اطفال قبله، ومن بعد يجيه طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه، كيفاش حتقوموا؟ الى الام تخدم والاب يخدم باش يلحقوا على ذوك الاربع اطفال، ذاك الطفل شكون اللي يقوم؟ شكون اللي يقعد معاه ولا اللي يتلهى به كامل؟ يعني هنا باش ترجعي تشوفي انهم حقوقهم تقريبا منعدمه. بالك بالك بركي ياكل لا مغلى يعرف. يعني هنايا انا ما نخممش في نفسي، ما نكونش انانيه، حبيت نخمم في الامهات الاخرين اني نكون لهم سند، نحاول نعطي لهم نتقاسم عليهم. ديرنا باي باي باليد، ديرنا باي باي بيد الطفل الخارق. عدي ديرنا باي باي بيد الطفل الخارق. دوكا يديرها، شوف 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 كيفاش يدير. هات نفتح حالك، يلا نديرو باي باي. دير لهم، دير قبل باي باي. شوف الالعاب وشوف البلاطو. هيا هاي هي ويتش. دير باي باي. هات الكاميرا تاعك، ولي لهيك الكاميرا. صد منا، صد منا، رانا صد منا. تشوف عدي صد، برافو. صد شنو هاي الكاميرا؟ لهيك خمس باي باي. دورها دورها دورها. باي باي، برافو. زيد دورها، دير لها باي باي. دير لها باي باي. باي باي، زيد دورها، برافو ما شاء الله. باي 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 من الكاميرا. باي باي عمو، دير باي باي عمو، دير لهم باي باي. وهكذا شفنا أم بطلة عظيمة، وشفنا كيفاش الطفل ديالها خرجاته للمجتمع.